هاي كيف حالكم يا حلوين يا احلى متابعين متابعين عمو علوش؟ اجيناكم اليوم من مبادره جمعه فرح مركز فلسطين للصدمه النفسيه بريطانيا. اكيد كنا مبسوطين صح ولا لا؟ صح. انا اليوم جبتكم مع الابطال الحلوين. اول بطله امين، ثاني بطله سبا، ثالث بطله فرح، رابع بطل محمود فرح سبا امين. حبايب الحلوين راح نلعب معاهم لعبه ايش؟ الاشكال الهندسيه والزهر، لكن في اللعبه هذه تتغير اسمائهم. اول واحده شو بصير اسمها؟ دائره. ثاني واحده مربع. رابع واحده مثلث. والبطل الاخير نجم. نجمه. هلا انا هرمي نجم. صح. هلا انا هرمي الزهر، ايش بيجي الشكل تبعك هو اللي هيمشي خطوه. برجع لسنا ما بيناش. جاهزين؟ جاهزين. يلا واحد اثنين جو. مربع جو. نجمة جو. نجمة جو. محمود بتفوز على البنات. نجمة مثلث. مثلث. مربع. اوبا. مربع. واو. دائرة. مربع. دائرة. واو. واو. مربع. هلا لقيت واحدة بتفوزي. سبا فازت عليهم وكانت شطوره واموره، لكن انا كثير مبسوط فيها صح ولا لا؟ صح. مين اللي فاز؟ سبا. نقولها مبروك يا سبا. قلنا نقرب هنا. طبعا اللعبه هذه بنعيدها وبنكررها عده مرات، فيش فينا ربحان وخسران، كنا مبسوطين صح ولا لا؟ صح. وكنا مع بعض بدنا نقول لكم باي.